معانا زميلنا خالد غانم سلطان من ملعب المباراه، ومعاه كابتن مدحت عبد الهادي المدرب العام نادي الزمالك. بنقول له الف مبروك يا خالد، واتفضل معك الميكروفون، اساله بقى الاسئله اللي انت عايز تساله. برحب بيك كابتن طارق مرة أخرى طبعا، وتحياتي لنجوم ورموز نادي الزمالك الكبار. مليون مبروك النهاردة، فوز مهم، فوز صعب يا كابتن طارق، بغض النظر عن طبعا الأداء، لكن نادي الزمالك في الوقت الحالي بيهمه المكسب طبعا قبل أي شيء. مشرفنا منورنا دلوقتي طبعا المدرب العام الكابتن مدحت عبد الهادي، واحد من نجوم نادي الزمالك السابقين. كابتن مدحت طبعا بارك لك على الفوز، 3 نقط النهاردة في غاية الأهمية نادي الزمالك. الله يبارك فيك طبعا خلودة، وتحياتي طبعا للاستوديو كابتن طارق يحيى واتجاه الكره المصريه والعندليب طبعا اللي وحشني طبعا، رغم ان انا زعلان من كابتن طارق بس مش مشكله. كابتن مدحت النهارده فوز مهم يفرق مع الفريق نفسيا ومعنويا الفتره الجايه. اكيد طبعا، يعني مكسب النهارده مهم جدا. احنا عارفين ليه، كانت مباراه صعبه، فرقه اسوان فرقه محترمه بالاخص اللي هي في الماتشات الاخيره عامله مكاسب اخيره على ما اعتقد، كانت مباراه المصري في اسكندريه كسبان 3-1. كابتن ايمن رمال طبعا بينفذ بطريقه مميزه جدا وايجابيه، يعني مش اللي هم الناس اللي بينزل يدافع، لا ايجابيه على الـ الـ على مرمى الخصم. المكسب النهارده كنا محتاجينه. اقول برضو وبقولها برضو خلونا من خلال قناه نادي الزمالك، اتمنى الجميع يصبر بس على المدير الفني، لان احنا يعني معاه في رساله معينه، طريقه جديده خالص على الكره المصريه بينفذها. انا بقول يعني انا شفت من بعد مباراه سيراميكا والمقاولين الاسماعيلي النهارده، انا شايف ان الطريقه بدات تتنفذ يعني 60 70%، ودي حاجه كويسه. بس اهم حاجه وهي بتتنفذ اللي احنا اهم حاجه بنفكر فيها 3 بونت طبعا، وده اللي كان فارق معانا النهارده. عايز اقول الصبر بس على المدير الفني، لان احنا بنتهاجم كتير وبالاخص الجهاز المعاون. يعني مش عارف الجهاز المعاون عمل ايه، يعني لا الجهاز المعاون بيتاخد برايه، ومتهيألي الكابتن طارق في الاستديو ودوت انا وجهت الكلام لحد معين اللي هو بيهاجم الجهاز المعاون على طول دايما. لا انا بقول ان الجهاز المعاون مشوره للمدير الفني، احنا بنوصل وهو الراي الاول والاخير ليه، بس اهم حاجه احنا بنعمل اللي علينا. ومتهيألي طول ما احنا شايفين الطريق الصحيح او احنا ماشيين في مسار كويس، انا شايف الطريقه ديت في خلال ال6 7 ماتشات ديت مع نادي الزمالك لما تتنفس بزياده هيبقى في اختلاف بالنسبه للتيم بشكل مختلف خالص. يا كابتن مدحت زي ما حضرتك بتقول لسه بدري على الحكم على المدير الفني والجهاز الفني بالكامل. لو نفتكر الموسم الماضي كانت نفس الظروف الصعبه اللي بيمر بيها نادي الزمالك، وطبعا بعد تعاقد مجلس الاداره مع مستر فريرا ظلت برضه النتائج السلبيه والتعادلات والخساره، حتى بعد كده تطور الاداء وظهر نادي الزمالك بالمستوى المعهود، وبعد كده شفنا البطولات والانجازات اللي اتحققت. ده اللي ان شاء الله كابتن مدحت بنامل وبنتمنى انه يتحقق ان شاء الله مع الجهاز الفني الجديد ومستر طبعا اوزوريو مدير فني كبير سي في محترم، يعني مش احنا اللي هنتكلم عنه. لا اكيد، وانا عشان كده برضو انا بقول انا بوصل الرساله، يعني انا لو شايفين في تاثير، لا لو في بعض التاثير في وجهه نظر لاي استوديو موجود، للنجوم كلها موجودين اللي هم بيتكلموا وبيدوا ارائهم، بس احنا برضو شايفين شغلنا اللي احنا بنشتغل في حته تانية خالص او بطريقه تانية مختلفه مع المدير الفني. وعشان كده بقولها المره المليون، انا شايف ان تيم نادي الزمالك بينفذ الطريقه واحده واحده. شايف النهارده من 60 ل 70% انا شايف ان ال6 7 ماتشات الجايين هيبقوا فيهم ايجابيه اكتر من كده. انا اهم حاجه بالنسبه لي وبقولها ان احنا ما فيش وقت بين الماتشات عشان نشتغل مثلا حاجه زي التخصصي بالنسبه للفينشنج الاخير، بالنسبه للثلث الهجومي لينا النهارده ضيعنا جوان كتيره جدا، لو في تركيز او في فينشنج هيبقى النتيجه غير كده خالص. عشان كده بقول ان شاء الله باذن الله اللي جاي يكون احسن لتيم نادي الزمالك بالطريقه الجديده لو احنا استقرينا عليها مع المدير الفني، انا شايف هيبقى في اختلاف لتيم نادي الزمالك ان شاء الله. يمكن الطريقه اللي حضرتك بتتكلم عليها بتميل طبعا في المباراه اللي خاضها مستر زوري حتى الان مع نادي الزمالك للاستحواذ على الكره طبعا اكتر من الفريق المنافس، وبنشوف برده تغيرات بتحدث في الملعب زي مثلا ما بين زيزو وما بين شيكابالا. عايزين نعرف برده يا كابتن مدحت الهدف منها ايه بالنسبه لمدير الفني مستر زوري. هو الهدف منها اللي احنا طول ما انت يعني ما بتطلعش الكره اللي هو اللونج باس من ورا من عند حارس المرمى، بتبدا تنقل الكره اللي انت توصلها لنص الملعب، نص الملعب للتلت الهجومي، ده الهدف الرئيسي. وبالاخص لما بتعدي في نص ملعب الخصم اهم حاجه تكون مستحوذ على الكره، وده اللي حصل النهارده بنسبه كبيره جدا. بنستحوذ ومجرد ما الكره بتقطع بنرجع في اسرع وقت ممكن اللي احنا نستحوذ على الكره مره ثانيه. عشان كده بقول انا شايف الطريقه لغايه دلوقتي ناجحه.
التمركزات، اللعيبه الموجوده. وعايز اقول ان احنا ناقصنا حوالي 5 6 لعيبه من القوام الاساسي لتيم نادي الزمالك. عشان كده بقول يا رب ان شاء الله 6 الماتشات الجايين او 7 ماتشات يكون التنفيذ ايجابي اكتر من كده كمان، ويكون بدايه موسم جديد لو احنا لنا نصيب موجودين ان شاء الله. هتبقى شكل مختلف. انا وجهه نظري، يعني ممكن وجهه نظر قليله انا بوصلها، ان اللي احنا شغالين فيه دوت انا شايف ان الموسم الجديد هيبقى ليا وضع او شكل مختلف من تيم نادي الزمالك. كابتن مدحت، طبعا كابتن طارق يحيى في الاستوديو حابب طبعا يوجه ليك طبعا بعض الكلام وحابب يسالك، فتفضل السماعه مع حضرتك. اتفضل يا كابتن طارق. كابتن مدحت مع حضرتك. شكرا ليك يا خالد الاول، وقلب الاسد منورنا. ازيك يا مدحت، عامل ايه؟ والف مبروك يا حبيبي على مباراه النهارده. وانت عارف ان استوديو قناه الزمالك سامعني؟ لا مفيش، لا مفيش. يبارك لك النهارده على الفوز، وبيقول لك انت قلب الاسد واديت مباراه جيده النهارده حبيبك يا كابتن طارق. واكبر، وقول له يا خالد ان احنا اكبر طبعا، يعني من الناس اللي انا عشرتها في 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 الملعب بالجيل القديم، اللي انا كان ليا الشرف اللي انا من صغري اطلع معاهم، هو كابتن اشرف قاسم، كابتن احمد رمزي، كابتن هشام ياكن عشان ما انساش حد طبعا، وكابتن طارق اشتغلت معاه، يعني هو كان مدير فني وانا كنت مدرب عام معاه، كان في نادي الزمالك او بيدرو جيت او نادي سموحه. انا كنت زعلان حته صغيره بس ايدر، ورجعت كلمتك في التليفون، بس الموضوع عادي. بس اتمنى يا رب يعني من خلالك طبعا ومن خلال استديو نادي الزمالك طبعا الصبر على المدير الفني والشغل اللي احنا شغالينه، لان انا شايف وانا كنت اتكلمت مع كابتن اسماعيل برضو بصفه شخصيه ان اللي جاي هيبقى احسن باذن الله، يعني بالنسبه للعيبه الموجوده، وفي لو في تدعيمات الفتره الجايه باذن الله يبقى شكل مختلف ان شاء الله. ولو في بعض الكلام يا كابتن مدحت حضرتك، هو طبعا كابتن طارق نجم كبير في نادي الزمالك خالد. ومن غيرته حزنه على نادي الزمالك طبعا. هو نفسه نادي الزمالك يرجع تاني. اتفضل يا كابتن طارق مع حضرتك. بص يا خالد، بلغ مدحت ان احنا في الاستوديو هنا اكبر داعمين لهذا الجهاز الفني وداعمين للعيبه. احنا بنتكلم دائما ابدا ان فعلا لابد ان احنا لسه قايلين قبل الاستوديو ما يبدا، لابد ان احنا نصبر على الفريق. الراجل مدرب كبير وعنده فكر متطور جدا، وعقبال ما اللعيبه تشرب هذه الطريقه محتاجه وقت. كل الكلام ده احنا بنقوله لجمهور الزمالك، لان احنا عارفين كويس قوي انتوا بتشتغلوا. ويا مدحت مش عايزك تبص لي الكلام اللي بيتقال من بعض الاستوديوهات او الحاجات دي، ليه؟ لان انت اشتغلت كتير جدا مع مدربين اجانب، وعارف ان الجهاز المساعد المصري دائما وابدا بيبقى في مرمى النيران. فانا مش عايزك تركز مع اي حد، ركز في شغلك وركز في ملعبك، وان شاء الله باذن الله الانتصارات قادمه باذن الله نادي الزمالك. قصدك بقى على مين بقى انت في الكلام بتاع الاستوديوهات؟ قصدك على مين؟ قول لي. كابتن مدحت بيوجه لحضرتك، بيقول لك ان احنا كاعلام نادي الزمالك هم اكبر داعمين لفريق نادي الزمالك والجهاز الفني نادي الزمالك، وان هم عارفين الكلام حضرتك بتقوله، اللي احنا لازم نصبر على المدير الفني عشان الفرقه كده بالبلدي يشربوا طريقه المدير الفني والفكر اللي عايز يطبقه طبعا مع اللعيبه الفتره الجايه. وبيقول لك اللي انت ما تلتفتش خالص لاي استوديو تحليلي ينتقد في جهاز فني او ينتقد في اي شيء بيخص فرقه نادي الزمالك. حاضر يا كابتن طارق. طبعا انت عارف ان انا ما بركزش في الحاجات ده كابتن، ماليش انا طبعا، هو عارف طبعا اكتر واحد عارف، ماليش ولا في السوشيال ميديا ولا الكلام ده خالص. بس الواحد بيحزن لما يكون الكلام جاي من جوه، من بيتي ذات نفسه، من حد يعني، ده يحزن يعني او يزعل طبعا. لان المفروض يكون السند الوحيد زي ما كابتن بيقول طبعا، هو قناه نادي الزمالك بيتنا الحقيقي لتيم نادي الزمالك والجهاز الفني دلوقتي. واوعدك يا كابتن مصر ان شاء الله، انت والكابتن اسماعيل والكابتن عبد الحليم علي ونجوم الزمالك كلهم ان شاء الله، ان الفتره الجايه تكون احسن باذن الله ان شاء الله. كابتن مدحت ببارك لك مليون مبروك، وايضا الكابتن احمد حليم يبلغ تحياته وبيبارك لك على الفوز النهارده. ربنا يخليك حبيبي، ربنا يخليك يا حليم، وهكلمك حبيبي، ربنا يخليك حبيبي. كابتن طارق يحيى، ده كان كلام ولقاء مهم جدا مع الكابتن مدحت عبد الهادي، قلب دفاع نادي الزمالك وواحد من نجوم نادي الزمالك السابقين. كابتن طارق مليون مبروك ليك وكرموز لنادي الزمالك، مليون مبروك لمجلس الاداره طبعا برئاسه المستشار مرتضى منصور على هذا الفوز المهم، اللي ان شاء الله يدي دفعه معنويه ويفرم على لاعبين نفسيا ان شاء الله الفتره القادمه.